أحسن الله إليكم. المرسل عين لام يقول في سؤاله الأول: بودنا أن تبين الشرك الأكبر وأنواعه، وهل من مات عليه معدود من المسلمين، والشرك الأصغر وأنواعه، وهل من مات عليه معدود من الكافرين. الشرك الأكبر ضابطه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كمن دعا غير الله من الأموات أو استغاث بالأموات أو نذر للقبور، كل هذا من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. وإذا مات عليه ولم يتب منه فإنه يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الشرك الأصغر فهو مثل الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا بعمل الآخرة، يطلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا كله من أنواع الشرك الأصغر، مثل الحلف بغير الله عز وجل، هذا من أنواع الشرك الأصغر، وصاحبه مسلم ولكنه فاعل لمحرم يأثم عليه ويجب عليه التوبة منه. نعم. يفسد العمل؟ لا، يفسد العمل الذي واقعه، يعني الرياء. نعم. الرياء يفسد العمل الذي واقعه وكان فيه، أما بقية الأعمال فإنه لا يحبط، التي ليس فيها رياء لا يحبطها. نعم.